متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في، أسعد الله صباحكم ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المباشر من المقر الذي يحتضن المؤتمر العام 18 لحزب الاستقلال. يعني كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، ففي هذه اللحظات بدأ المؤتمرون يجتمعون استعدادا لأشغال اليوم الثاني من المؤتمر العام. اليوم الثاني للمؤتمر العام انطلق مبكرا، بل في ساعات الصباح اليوم شهد انتخابات لحسم رئاسة المؤتمر، والتي انتهت بالاتفاق على لجنة ثلاثية من أجل رئاسة المؤتمر. مساء أمس بداية من الساعة 12 منتصف الليل، حدث سجال كبير بين أنصار بعض قادة الحزب الذين يبحثون عن التموقع في القيادة الجديدة للحزب بعد المؤتمر. يوم أمس كانت ليلة عاصفة لم تتوقف فيها السجالات التي ميزت أشغال اليوم الثاني إلى حدود الساعة 7 صباحا. أي ولهذه الأسباب لا زال المؤتمرون لم يلتحقوا بعد بأشغال المؤتمر، نظرا لأنهم يوم كان يعني عاشوا ليلة عصيبة من أجل حسم رئاسة المؤتمر. يعني بعد ليلة صراع طويلة، سوف يكون اليوم الثاني لأشغال الجلسة العامة، وكما سوف يتم استدعاء أعضاء المجلس الوطني للحزب من أجل حسم لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب. يعني إلى حدود هذه اللحظات فلا زال قادة الحزب أي أعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام وكذا أعضاء اللجنة التحضيرية لا زالوا في هذه اللحظات يتواجدون بمكان قرب الجلسة العامة لأشغال المؤتمر من أجل حسم أشغال اليوم الثاني من المؤتمر. ويرتقب حسب ما صرح به غالبية المؤتمرين بأن اليوم الثاني من الأشغال سوف يكون يوما حاسما، بل هو اليوم الرسمي لأشغال المؤتمر العام، حيث سوف يتم مناقشة أوراق المؤتمر وأيضا حسم أعضاء اللجنة التنفيذية. وفيما يخص السجال الذي كان قد وقع ليلة أمس، يعني ليلة أمس إلى حدود الساعة 7 صباحا، فقد كان هنالك فيتو لأنصار حمدي ولد رشيد ضد رئاسة عبد الصمد قيوح للمؤتمر، حيث مباشرة بعد ذكر اسم عبد الصمد قيوح يقوم أنصار حمدي ولد رشيد برفع شعار ارحل وكذا، وعندما يقوم أيضا مرشحو قيادي الثاني كالقادري مثلا، يقوم أنصار عبد الصمد قيوح برفع شعار ارحل ومنعه من رئاسة المؤتمر لتتوقف الأشغال لأزيد من 3 ساعات بعد احتلال المنصة الرئيسية من طرف المؤتمرين. والملاحظ يعني في مؤتمر حزب الاستقلال والملاحظ في مؤتمر حزب الاستقلال هو الإنزال الكبير للمؤتمرين، حيث بالفعل امتلأت الجلسة الخاصة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما يتواجد
العشرات من المؤتمرين منذ يوم أمس لا زالوا ينتظرون الحصول على بطائقهم من أجل الحضور والمشاركة في المؤتمر. وفي ظل هذا السجال حول المؤتمر العام يترقب اليوم في اليوم الثاني من الأشغال أن ينتهي المؤتمر العام بحسم اللجنة التنفيذية وأيضا إعلان اسم الأمين العام للحزب، لتنتهي الأشغال يوم غد الأحد بالإعلان عن البيان الختامي وأيضا القيادة الجديدة للحزب. يعني لا 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 الجميع سواء داخل الأغلبية الحكومية أو المعارضة وأيضا الشأن العام ينتظرون نتائج المؤتمر العام 18 لحزب الاستقلال، وذلك من أجل التفرغ للتعديل الحكومي، حيث أن من بين أسباب تأجيل النقاش حول التعديل الحكومي هو مؤتمر حزب الأصل والمعاصرة وأيضا مؤتمر حزب الاستقلال الذي يرتقب أن ينتهي غدا بحسم القيادة الجديدة للحزب. يعني وكما عودتكم قناة شوف تي في مشاهدينا الكرام، فسوف يتم نقل جميع أشغال المؤتمر وأيضا آخر المعطيات بشكل مباشر من المقر الذي يحتضن أشغال المؤتمر، وهو المركب مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة. وسوف نحاول من أجل إعطاء الكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع، سوف نحاول استضافة بعض المؤتمرين بشكل مباشر من أجل بعض التفاصيل. راني احمد عضو مجلس وطني. وللمزيد من التفاصيل عمراني احمد وللمزيد من التفاصيل سوف نقود عضو مجلس الوطني لحزب الاستقلال الذي يتواجد ايضا في مقر الذي يحتضن المؤتمر للمزيد من المعطيات حول الأمور التي حسمت يوم أمس وأيضا ما سوف يتطرق له اليوم الثاني من أشغال المؤتمر. أستاذ مرحبا بك على الهواء مباشرة على قناة شوف تي. مرحبا بكم في هذه الأجواء اللي كتعبر بأن حزب الاستقلال ما زال قويا من خلال حضور جلسة افتتاحية ربما حوالي 5000 ديال سواء المؤتمرين او كذلك الضيوف، والان في ليله امس كانت حوالي 4000 ديال المؤتمرين تقريبا، وبالتالي اعتبر حضوري 4000 شخص من كافه الاقاليم المغربيه، وكيمثلوا فقط واحد النسبه، يعني كل اقليم ما كرهوش يكون يعني العدد اكبر، يعني تمثيليه ديال الاقاليم نسبيه، وبالتالي ما زال الحزب قويا وما زال المستقبل لهذا الحزب. وكذلك الجانب الفكري ما زال يؤمن بالتعادلية اللي هو الفكر ديال حزب الاستقلال اللي هو نظر إليه الزعيم الراحل على الفاسي، وكذلك عبد الكريم غلا ومجموعة من المفكرين الاستقلاليين، على أساس دار الزمن الستينات إلى الآن، واتضح ان التعادليه هو الحل، ماشي في المغرب ماشي في يعني في العالم. ما معنى التعادليه؟ هو ان تسود الدوله الاجتماعيه، العداله الاجتماعيه، العداله المجاليه، هذا هو حزب الاستقلال. حزب الاستقلال يؤمن، والدوله المغربيه تحت الرعايه الملكيه بطبيعه الحال تمشي في هذا الاتجاه منذ يعني سنتين او 3 سنوات في اطار النموذج التنموي، وفي اطار كذلك الدوله الاجتماعيه واطار الحمايه الاجتماعيه.
إذا الفكر دعلة الفاسي ما زال حاضرا بقوة وهو المستقبل. شكرا. بالنسبة أستاذ يعني الجانب التنظيمي، الجانب التنظيمي من ناحية يعني هو كاين، هو كاين لا يوجد شخصية يعني يمكن أن نلتف عليها بقوة إلا شخصية الدكتور نزار بركة. هو رجل دولة، رجل حكيم، رجل أخلاق عالية، وكذلك هو يعني متمكن من جانب الاقتصاد والمالية وإدارة الدولة، معنا رئيس حكومة سبير، وهو يساعد الحكومة، يساعد رئيس حكومة ويساعد في تسيير الدولة تسيير، وكذلك إذا شفنا مثلا المجالات التي يختص فيها في التجهيز عنده المخططات الاستراتيجية ديال إلى حدود 2040، جيب لي شي وزارة عندها إلى 2040، وبالتالي هو يشتغل سواء تعطيته قطاع محدد أو لا تعطيه الحكومة ككل، هذا هو رجل دولة بامتياز. يعني واش هل يمكن القول بأن المؤتمر 18 لحزب الاستقلال هو يعني بوابة أو بداية أو استعداد للانتخابات والحكومة المقبلة؟ احنا نتوق إلى ذلك بكل ثقة، أن حزب الاستقلال هو الحزب الأول في المغرب، لأن 4000 ديال المؤتمرين، 4000 حقيقية، 4000 ديال المؤتمرين وجاو عي واحد النسبة ديال 5% من العدد الحقيقي اللي في الأقاليم، وبالتالي جيب لي شي حزب اللي يجيب لي 4000 ديال المؤتمرين يعني استقلاليين يعني إلا يعني كلمة أخيرة أنت. نعم. كمؤتمر ماذا تقول للمغاربة يعني إذا الأشغال حول حزب الاستقلال بعد المؤتمر؟ بالنسبة للأشغال ماشية يعني في هذا اليوم، سيكون هناك كذلك تجديد الثقة إن شاء الله بإذن الله في الدكتور نزار بركة كأمين عام يعني على التوافق، وبالتالي ثم كذلك انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، ونتمنى أن تكون يعني عندها تمثيلية علمية وأكاديمية وخبرة، فيها خبراء، فيها ناس متخصصين، فيها قيادة يعني حكيمة تساعد الدكتور نزار بركة في اتجاه المستقبل، باش تكون حزب الاستقلال يعني في المقدمة إن شاء الله في الانتخابات القادمة. الله يحفظكم. شكرا. نشكر عضو المجلس الوطني للحزب على هذه المعطيات. أستاذ تفضل معنا هنا يا أستاذ. معنا ايضا عبد الله اشحو عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال. سي عبد الله اشحو، شنو ممكن تقول لنا على هذا العرس الاستقلالي؟ المهم الاخ كنشكرك بعدا كاين، وكنشكر شوف تي في اللي كتواكب هذا الحدث اللي هو عرس بالنسبه لجميع المغاربه، لأن كما تعرفون أن حزب الاستقلال هو حزب خرج من رحيم الشعب المغربي، وهو يعني خرج من شعب من رحيم الشعب المغربي، وهو أول حزب تأسس منذ 1945، وهذا الحزب يمثل كل المغاربة كما قلت بأنه خرج من رحيم الشعب المغربي. نحن ترى هذا اليوم أخي العزيز بأن نحن اليوم ترى هذا العرس اللي كيجمع جميع المغاربة من طنجة إلى القويرة، وكل المناطق ممثلة فد المؤتمر، يعني بأن كان هناك ديمقراطية وكان هناك اختيار حتى رئيس يعني المؤتمر اللي كتشاهدوا بأن ليلة البارحة كان المد والجزر، وهنا يتبين أن حزب الاستقلال دائما يبقى حزب المؤسسات، لأن يمثل جميع المؤسسات، فيها مثلا النقابية وفيها مثلا المرأة، فيها الشباب، فيها كل الفئات، لهذا حتى يتم الاختيار هؤلاء المؤتمرين من طرف المجالس الإقليمية، وينتدبون يعني المؤتمرين ثم المجلس الوطني، وكذا أن هناك اختيار بأن يهتموا بكل الثقافات، لأن تعرف بأن الدستور المغربي في فصله خامس هناك الأمازيغية، هناك الحسانية، هناك العربية، ونحن حتى في حزب الاستقلال كنشتغلوا في هذا المجال، أنا كأستاذ اللغة الأمازيغية
المهم تنميرت يتمتنخ يتمتنخ لي تبانين المؤتمر نحس باستقلال اللي غسادي كان يتم غرادي سمون كل المغاربه المناطق، لان حزب الاستقلال دائما تقي الحزب اللي دي فوق رحيم المغاربه، وكان يعني الحزب الاستقلالي قالت المؤسسه اللي نزرع غساد تسموند يعني كل الثقافات اللي ساكنين لانكيسي مزيغ لانكيس وعراب لانكيس الحسانيين. اذا غدا سيتبين بان حزب الاستقلالي جاي الحزب اللي يقال الحزب للمؤسسات، وان شاء الله كما جاء في المؤتمر بان مثلا الا الاهتمام الثقافات اللي وفي نفس الوقت غنسمو قول بان النشاط حزب الاستقلال لنقيس كل السوالن تتلين كلوتن، وكان نتمنى ان شاء الله باش العملات اللي سديوش كحزب الاستقلال يقا حزب يعني التعادليه اللي يقا نخاك يقاوين المغاربه كل شيء. وكان ارسمو قول مغساد ماكلو الا نغي نكيكي استاذ انتو تليت تمازيغت ارسكار خل انشطه داخل مثلا مقرات الحزب ارقيس نسعلم تمازيغت ارقيس نسعلم جميع الانغايا ما تجيوين الا غنكم النتائج مغساد ماشي واش كانت متنعي رغم كان، وانما واش كانت اختيارا من الاقاليم اللي انتهت بنا المؤتمرين والاعضاء المجلس الوطني. وانا سمي مير شوف تيفي اللي دائما يسكن المواكبه لكل انشطه خصوصا الانشطه اللي قال نفعلها، ونتمنى ان يمشوا جميع الاحزاب في نفس الطريق اللي غادي فيها حزب الاستقلال. وشكرا الاخ وتبارك الله عليكم. معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام معنا محمد الخرازي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وايضا مسؤول ديال الشبيبه الاستقلاليه بمدينه الدار البيضاء. سيدي بنور على المغرب، سيدي بنور على بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحيه لجميع المشاهدين ديال قناه شوف تي في، وتحيه لجميع المناضلين حزب الاستقلال. معكم محمد الخرازي كاتب فرع منظمه الشبيبه الاستقلاليه بسيدي بنور. في هذه الفرصة السعيدة أود أن أتحدث عن قيمة المؤتمر الوطني العام 18 لحزب الاستقلال اللي كيجي في واحد الظروف جيدة بالنسبة لحزب الاستقلال، يعني وكان في واحد النقاش يعني سياسي وفكري على مستوى عالي. وحنا في حزب الاستقلال يعني نشيد بالتنظيم المحكم للمؤتمر العام الوطني 18 وللنقاشات التي تجري في دواليب الاجتماعات الحزبيه. من هذا المنبر كنوه بالمجهودات ديال الاطر الحزبيه لحزب الاستقلال داخل الحكومه، داخل التحالف الحكومي للوزارات ديال الحزب الاستقلال اللي قبطهم حزب الاستقلال. يعني كانت مردوديه كبيره خصوصا على مستوى وزاره الماء والجز التي يقودها الاخ نزار بركه، ووزاره الصناعه التي يقودها الاخ رياض مزور. اذا كما كتلاحظوا بان حزب الاستقلال دائما هو حزب معطاء يحافظ على قيمه ومبادئه فيما يخص الوسطيه والتعادليه، وحنا مستمرين في دعم القادة لتنفيذ البرامج المسطرة مستقبلا، حيث أن الحزب لا زال يقوم بعمل كبير ومجهود لتحدي الصعاب التي يعانيها المغرب، خصوصا فيما يخص تحديات ديال جائحة كورونا والجفاف وتحديات اقتصادية كبرى مرتبطة بما هو وطني محلي وما هو دولي. إذا ولكن بحكم الكفاءة العالية لقادة حزب الاستقلال ولأطره لا الشابة ولا الأطر المخضرمة، فإننا استطعنا رفع التحدي والعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطن المغربي. الرأي
الرأي ديالكم في القيادة الثلاثية رئاسة المؤتمر. شكرا خويا. 18 فيما يخص هذه النقطة التي طرحتها أخي الفاضل، فإن القيادة جاءت بالتوافق وبإجماع جميع المؤتمرين، لأن نحن في حزب الاستقلال دائما نركز على مبدا التعادلية والوسطية، ولا فرق بيننا في قائد وحيد أو قادة تتشكل من 3 قادة، إذا لإنجاح من أجل المساهمة في إنجاح المؤتمر الوطني العام. إذا نتجاوز هذه النقطة ونمر إلى نقاط أخرى، منها أننا سنناقش ما هو إقليمي محلي بصفتنا عضوا في منظمة الشبيبة الاستقلالية بإقليم سيدي بنور، فإننا نعمل جاهدا على رفع التحدي والعمل على توسيع قاعدة الحزب بنشر افكاره واستقطاب مناضلين جدد. الافكار تحدث الامين العام اليوم امس حول الامين العام نزار البركات، تحدث الامين العام السابق او نعم المرشح الوحيد لحزب الاستقلال، تحدث عن فكر علال الفاسي. كيف يمكنك ان تتحدث ان تفسر لنا ذلك؟ هل فكر علال الفاسي لا زال حاضرا، لا زال قائما الى يومنا هذا داخل حزب الاستقلال؟ نعم، شكرا للاخ الفاضل. نشكر الاخ نزار بركه امين العام. اذا حزب فكر علال حزب الاستقلال يعني وفكر علال الفاسي لا زال حاضرا وبقوة، وما يقوم به الحزب هو ترجمة لأفكار المناضل الكبير المؤسس السيد علال الفاسي رحمه الله، وفكره يمتد ويمتد عبر الأزمنة، وهو فكر حي يوازي التحديات يوازي التحديات بشكل تتأقلم فيه الأفكار مع تحديات العصر. ونحن ندعم الأخ السيد نزار بركة الأمين العام بحكم أنه هو المرشح الوحيد داخل حزب الاستقلال، ومن هذا المنبر نشكر الأخوة المؤتمرين الذين أبانوا عن حس وروح مسؤولية كبيرة فيما يخص أشغال المؤتمر، وسيكون مؤتمرا ناجحا بكل المقاييس، لأنه لا نجد مثل هذه لا نجد مثل ما يقوم به حزب الاستقلال على مستوى أو بالمقارنة مع أحزاب أخرى. أن الفكر الاستقلالي الذي يتمركز حول الوسطية والتعادلية لا زال مستمرا ولن تمحوه الأيام ولا السنون. شكرا، تحية لقناة شوف تيفي. مشاهدينا الكرام، معنا الدكتور بوحصبة احد قيدومي حزب الاستقلال. استاذ الدكتور، هل اليوم ممكن ان نتحدث عن راهنية فكر علال الفاسي كما تحدث عنها السيد امين العام؟ دكتور بوحصبة، نحن نتعلم مباشر، كيف يمكن ان راهنية فكر علال الفاسي؟ أظن، وهذا ليس من مجال الظن فقط ولا من مجال الاستحقاق، أن فكر علال الفاسي له حاضرية أو راهنية أنت الآن وبعد الآن. أنت صحيح أن علال الفاسي رجل سياسي، ولكن هو رجل وهو مفكر بامتياز، وهذا ما أقول لكم في هذه اللحظة، والسلام. شكرا، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، يعني أشغال المؤتمر لا زالت مستمرة هنا ببوزنيقة، ما زال مؤتمر حزب الاستقلال لا زالوا يعني حاضرين هنا بقلب العاصمة. مشاهدينا الكرام، أمل لقاء بكم بث مباشر. السلام عليكم.